أعلى للشباب في نواكشوط حفلا تكريميا للرياضيين الوطنيين الشباب الذين حصدوا إنجازات دولية خلال العام 2017. بالمناسبة ثمن وزير الشباب والرياضة جهود المجلس الأعلى للشباب، خاصة الرامية منها إلى شحذ همم الشباب الطامح إلى التبذير المشرف للبلاد. من جد وجد ومن زرع حصد، مقولة تترجمها فقرة هذا الحفل التكريمي المنظم من طرف لجنة الثقافة والرياضة والترفيه والسياحة بالمجلس الأعلى للشباب لصالح الرياضيين الوطنيين الشباب الذين تميزوا بإنجازاتهم الدولية خلال العام الجاري. نقول بأن هذا الاهتمام مترجم في دعم قوي من طرف السلطات العليا، ابتداء بفخامة رئيس الجمهورية ومرورا بالحكومة، وهذا الدعم يتمثل أساسا في متابعة جميع الاتحاديات ودعمها ماديا ومعنويا من خلال التركيز على مهارات شبابية غير ملي، من خلال مواكبة الفرق الوطنية ياك قد تم تشارك في البطولات الدولية ياك أيضا تحصل على التجارب وترجع للبلد، يا غير ملي ياك تنتشر الرياضة في البلد بشكل عام. التكريم شمل 58 رياضيا وطنيا في رياضات كرة القدم، الجيدو، الجيجيتسو والكرة الحديدية. القيام بهذا الحفل لم يأتي من فراغ، وإنما جاء لتكملة ودعم الجهود الجبارة المبذولة من طرف الحكومة والدعم الشخصي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز للرياضة الوطنية بشكل عام وحرصه الدائم على مواكبة المنتخبات الوطنية. لا يخفى عليكم أيها السادة والسيدات أن هذا الدعم السخي أتى أكله، فلله الحمد انتقل المنتخب الوطني لكرة القدم من آخر مركز عالميا إلى المئة الأفضل عالميا. الحفل التكريمي طال الطاقم الفني ولاعبي المنتخب الوطني المحليين بعد تأهلهم للمرة الثانية إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية كينيا 2018، وذلك على حساب المنتخب المالي العنيد، وكذا عناصر نادي ماري الجيدو والمنتخب الوطني لذات اللعبة الذين أحرزوا 5 ميداليات بين ذهبية وفضية في بطولة المنطقة الإفريقية الثانية للجيدو المنظمة بالعاصمة السنغالية داكار، إضافة إلى لاعبي المنتخب الوطني للجيجيتسو الحائز على عدد من المعادن الصفراء في البطولة الإفريقية لهذه اللعبة المنظمة مؤخرا بجزر الموريس، وعناصر المنتخب الوطني للكرة الحديدية المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم للكرة الحديدية السنة المقبلة. لأول مرة في تاريخ موريتانيا نكرم الشباب الموريتانيين الذين رفعوا علم الوطني خارج الحدود في المسابقات الدولية. كان بودنا أن نكرم كل الاتحاديات، ولكن طبيعة التميز تفرض علينا أن نختار من يستحق التكريم لهذا العام، ونرجو أن يستمر، ولكن أن يستمر بعطاء أكثر وبميداليات أكثر وبإنجازات أكثر. نأمل كذلك أن نكرم كل الرياضيين الذين يقدمون عطاء وطنيا ويرفعون علم هذا الوطني خفاقا في المحافل الدولية. طبعة هي الأولى من نوعها التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب لصالح الرياضيين المتميزين للموسم الجاري، ستشفع بطبعة مقبلة خلال نهاية كل عام. ألقت الشرطة